بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الثانوية العامة دفعة هذا العام 2024 الشعب الرياضية، أهلا بكم في قناة الإبداع للبرمجيات وفيديو جديد يخص جميع الطلبة. إن شاء الله بإذن الله في هذا الفيديو سنعرف التنسيق المتوقع أو الشبه رسمي لطلبة الشعبة علمي رياضة بالنسبة لكلية هندسة بعد النسب اللي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم في مادة اللغة العربية والفيزياء ومادة اللغة الأجنبية الثانية، وأثبت أن في انخفاض في شرائح المجموع المجاميع العالية بحوالي ما يقرب من 55% أو 0.5%. طيب التنسيق المتوقع لهذا العام أو التنسيق الشبه رسمي بعد خصم 0.5% من تنسيق العام الماضي هيكون تنسيق هندسة هذا العام، وإن شاء الله بإذن الله متوقع برضو اللي هندسة تنزل مرحلة تانية إن شاء الله بإذن الله التنسيق هيكون كالتالي. طبعا عشان بس كلنا عارفين النسبة المئوية دي طبعا هي تنسيق العام الماضي، أما بالنسبة للتنسيق اللي هو باللون الأحمر ده إن شاء الله بإذن الله هيكون تنسيق هذا العام. بالنسبة لهندسة بترول وتعدين السويس، طبعا دي هندسة البترول بتاخد من أعلى حاجة أيام النظام اللي قبل كده، أيام يعتبر النظام التقليدي أو نظام الثانوية العامة القديم، أيام ما كان الطب بياخد من 98 وكسور، كانت هندسة البترول بتاخد من 99.9. طيب إيه ان شاء الله باذن الله هندسه بترول كان العام الماضي بتاخد من 94.14%، ان شاء الله باذن الله هذا العام بعد خصم ال 55% او 0.5% هتاخد من 93.59%، هندسه القاهره ان شاء الله باذن الله هتاخد من 89.32%، هندسه جامعه الزقازيق ان شاء الله باذن الله هتاخد من 88.35%، هندسه المنصوره هتاخد من 88.35%، هندسه عين شمس هتاخد من 88.10%، هندسه قنا جامعه قنا اللي هي او جامعه قناه السويس سوري هندسه جامعه قناه السويس بالاسماعيليه هتاخد من 87.86%، هندسه الكترونيه جامعه المنوفيه بمنوف هتاخد من 87.86%، كليه هندسه جامعه دمياط ان شاء الله باذن الله هتاخد من 87.62%، كليه هندسه جامعه بورسعيد ان شاء الله باذن الله هتاخد من 87.1%، كلية هندسة جامعة طنطا إن شاء الله بإذن الله هتاخد من 86.76%، كلية هندسة بنها بشبرا جامعة بنها بشبرا هتاخد من 86.64%، كلية هندسة الإسكندرية إن شاء الله بإذن الله هتاخد من 86.52%، كلية هندسة حلوان أو كلية هندسة جامعة حلوان إن شاء الله بإذن الله هتاخد من 86.40%، كلية هندسة جامعة كفر الشيخ إن شاء الله بإذن الله هتاخد من 86.40%، كلية الهندسة جامعة دمنهور إن شاء الله بإذن الله هتاخد من 86.27%، كلية هندسة بنها إن شاء الله بإذن الله هتاخد من 86.15%، كلية هندسة جامعة السويس إن شاء الله بإذن الله هتاخد من 86.3%، كلية هندسة جامعة المنوفية بشبين القوم إن شاء الله بإذن الله هتاخد من 86.3%، كلية هندسة جامعة حلواد بالمطرية إن شاء الله بإذن الله هتاخد من 85.79%، كلية هندسة جامعة الفيوم إن شاء الله بإذن الله هتاخد من 85.42%، كلية هندسة جامعة جنوب الوادي إن شاء الله بإذن الله هتاخد من 85.18%، كلية هندسة جامعة بني سويف إن شاء الله بإذن الله هتاخد من 85.5%، كلية هندسة جامعة أسوان إن شاء الله بإذن الله هتاخد من 84.81%، كلية هندسة جامعة المنيا إن شاء الله بإذن الله هتاخد من 84.81%، كلية هندسة جامعة سوهاج إن شاء الله بإذن الله هتاخد من 84.69%، كلية هندسة جامعة أسيوط إن شاء الله بإذن الله هتاخد من 84.57%، كلية هندسة الطاقة أسوان إن شاء الله بإذن الله هتاخد من 84.45%، بعد ما العام الماضي كانت بتاخد وده كان الحد الأدنى لكلية هندسة كانت بتاخد من 85%. نادي برضو كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بالقاهرة إن شاء الله بإذن الله هتاخد من 84.20%، كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس إن شاء الله بإذن الله هتاخد من 83.71%، كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنصورة إن شاء الله بإذن الله هتاخد من 83.23%، كلية حاسبات ومعلومات جامعة دمياط رياضة إن شاء الله بإذن الله هتاخد من 92.98%، كلية تخطيط عمراني جامعة القاهرة إن شاء الله بإذن الله هتاخد من 82%، وده يعتبر كان تنسيق
كليه الهندسه بالنسبه لطلبه شعبه علم رياضه، بالنسبه للطلبه اللي مستر كمل لنا الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي ان شاء الله باذن الله هقولهم الفيديو القادم. دمتم في امان الله وبالتوفيق مقدما لجميع الطلاب ودائما موفقين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.